محطة تحيا مصر يا فندم. نرجع خطوة وسيبنا نقول التعليق ده تحت أمر. أنا بس عايز أقول لكم إيه، هو كامل بيقول إيه، هنا هتبقى المنطقة دي هيتعمل فيها بعض الصناعات، صناعات لينا وصناعات للشركات. تمام. يعني إيه؟ يعني عايز يقول لكم إن هنا هتيجي حاويات من دول صناعية كبيرة تنزل حاجتها هنا، نعمل عليها إحنا شغل وبعضها نعيد تغليفه، نعيد تنظيمه في عشان تيجي مراكب صغيرة تانية تشيله. أنا بقول كلام معقول. بالظبط يا فندم. أنا بس بقول لينا مش للناس اللي عارفة الشغلة دي، أنا بقول للمصريين، أنت كنت فاكر أن أنا ممكن أعمل شغل للناس إزاي؟ أخلي الناس تشتغل في الحتة دي إزاي؟ أوفر فرص عمل هنا مش باللي بيتعمل دلوقتي، اللي هيتعمل بعد كده إزاي؟ أنك أنت تقول أن أنا معلش هخرج عن السياق شوي، أنا كنت بقول دايما أن أفريقيا البنية الأساسية اللي فيها تحتاج إلى آلاف المليارات من الدولارات عشان تبقى دول، عشان تبقى ايه؟ دول. دول، وعشان الناس اللي فيها تعيش صحيح، وعشان تبطل اقتتال، وعشان الناس بتتقتل ليه؟ مفيش امل، وعشان تعمل الامل عايز تبني كتير قوي، مش تبني طريق زي ما الناس كلها فاكره ان احنا بنعمل طريق. انا بشرح الشرح ده ليا وللمسؤولين وللناس في مصر وللناس اللي مهتمة في العالم تعرف الدول ليه مش مستقرة. الناس عايزة تعيش، الناس عايزة يا كامل تاكل وتعيش، عايزة تعيش. طب ازاي؟ فحد يقول لك ايه، احنا بس عايزين نعمل ندي للناس فرصة للحريات اكتر تتكلم. صح، بس خلي بالك الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك، لازم يشتغل. هيسيبك لا لا، هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر. ان ما كنتش تعمل له ده، الفريق كامل الموازنة أو الفلوس اللي تخصصت له خلال فترة وزارة النقل كم؟ 1.9 تريليون. لا قول رقم يتحفظ بقى. 2 تريليون 2000 مليار جنيه. حد يقول لي على مدى 30 سنة اللي فاتوا وزارة النقل خدت كم؟ كم؟ أنا بقول لكم الكلام دوت عشان تعرفوا إن إحنا بنحفر مستقبل بلدنا. مستقبل مين؟ بلدنا، وان شاء الله هنعمله. طبعا ان شاء الله. انا ما عنديش اي شك خالص زي ما انا شايفك كده، بس انا بحكي الحكايه ديت وللناس في مصر اسمعوني كويس. انا مش كل طوبه بتتعمل طوبه بتتعمل في البلد دي، انا معاها وشايفها وورا الراجل. البيت اللي بيقول عليه العمارة اللي طلعت دي كلام قوي صعب اقول، قلت يتقبض عليه وما يخرجش الا لما يسيب الارض كده، ولا مش كده؟ صحيح. ولا نسيت؟ لا يا فندم تمام. مش كده يعني معناه الرئيس قاعد واخد باله ان الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه؟ طبعا. واللي خد الارض جوه المينا لا يمكن يسيبه حتى لو عمل ورق مضروب في غفله من الزمان؟ لو ما عملتش كده اوعى تزعل يا كامل. يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا، خايف. يقدر وزير النقل يعمل كده؟ مش انت. لا، خايف. لا ايه؟ خايف. اللي عايز يبني بلده ما بيخافش ابدا الا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبه. انا بقول الكلام ده وبشرح فيه كتير اكتر كتير من اللي انت بتقول عليه. تمام. عشان ايه؟ عشان في كتير يقول لك إيه؟ انتوا بتعملوا ده ليه؟ الطريق ده بتعملوا ليه؟ انت بتعمل الرمل بتردم هنا ليه؟ بردم هنا ليه؟ المستقبل بتاع البلد دي ان ما كانش فيه بنيه اساسيه تليق بدوله، انتوا مش بتعملوا مستقبل خالص. مش بتعملوا ايه؟ مستقبل خالص. والكل بتقول ايه الاكل والشرب وبتاع، هو ده. اقول حاجه صعبه، هو احنا حرمنا الناس عشان نعمل ده كامل؟ لا طبعا. لا، احنا بنقسى على نفسنا شويه. ايوه. ارجو ان الضيوف اللي موجودين عندنا ما يتضايقوش من كلامي، ارجو الضيوف اللي عندنا ما تتضايقوش من كلامي. انا بكلم الناس في بلدنا، انتم حاجه في بلادكم واحنا حاجه تانية. احنا بنمثل الجنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله، واحنا هناك في بلادكم خلصتوا كلامنا من زمان،
عندكم شبكة سكك حديد تربط القارة الأوروبية كاملة، عندكم شبكة طرق تربط القارة الأوروبية كاملة، عندكم مصانع، عندكم ده. احنا بنحاول نعمل حاجة عشان نعيش احنا كمان، عشان احنا كمان نعيش. اتفضل يا كامل. انا كنت افنم في كلمة قالها لي رئيس شركة تلس العالمية، وتلس ده معروفة وهو سمعني دلوقتي بالمناسبة، كنت مأجلها الاخر بس طبعا يعني عشان الكلام اللي حياتك قلت دلوقتي هي فعلا بتنطبق عليه. رئيس تلس كان عندي اول امبارح الصبح الساعة 8 قال لي كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات، بس مصر الدولة الوحيدة اللي بتحلم وعندها طموحات ولكن بتنفذ هذه الطموحات وهذه الأحلام. قال لي انت، انا اسف يا فندم، انا يعني لا لا يعني طبعا يتهموني زي ما يتهموني، قال كده بالظبط، قال لي انتوا عندكم رئيس حول معنى كلمة امبوسيبل إلى اي بوسيبل بالنص كده. مصر فعلا ستستطيع يا فندم ان شاء الله باذن معاك باذن الله الرحمن الرحيم.